يقول هل يكفي أن أقول في السجود سبحان ربي الأعلى أم سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ يكفي أن تقول سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة واحدة، والأفضل أكثر من ذلك، إلى ثلاث، إلى سبع، إلى عشر، كل ما أكثرت من سبحان ربي الأعلى فهو أفضل. وتدعو مع التسبيح، تدعو الله، لأن السجود محل للدعاء، قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، قمن أن يستجاب لكم. نعم.